كل الطعون يعني وصلت في وقتها إلى مجلس الدولة، والذي استطاع أن يبت في الوقت المناسب، ولم يبقى لديه إلا بعض الحالات. إن شاء الله يكون لما يصل الحد الأقصى في الأجال يكون قد أفرغها، وتسمح بضبط القوائم النهائية حتى تكون كل حتى يكون كل المتنافسين يوم عشرين ماي جاهزين في يعني في الانطلاق، لأن مثل ما تعلموا كلكم الحملة الانتخابية إن شاء الله ستنطلق يوم 20 ماي الجاي.